السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. أسعد الله صباحكم بالخير والسعادة. في البداية أتمنى لكم يوم جميل ورائع بإذن الله الواحد الأحد، والله يحفظنا ويحفظكم من شر الأمراض والأوبئة يا رب العالمين، والله يديم علينا نعمة الأمن والأمان يا رب. عاد صابحين صباح جميل، قاعدين نسوي غدا حق إخواني الله يحفظهم، خاصة تبدو من الفير الطبخوا هريس ولا عرسية ولا صالونة الدياي العربي مال البلاد ولا صالونة اللحم، يعني الشيء لها مزة. له الحطب، الحطب بروحه قصة ما يفهمها إلا جيل الطيبين. تصبح الصبح وانت تطبخ على الحطب شيء من الآخر، شيء ما يفهمه الجيل الحالي. ريحة الحطب، ريحة الطبخ، والأجواء طيبة ما شاء الله تبارك الرحمن. يا رب سلمنا رمضان بصحة وعافية. قاعدين نطبخ والأجواء طيبة ما شاء الله تبارك الرحمن. يا رب سلمنا رمضان بصحة وعافية. قاعدين نطبخ. الله يحفظهم أمهاتنا اللي باقيات واللي راحوا الله يرحمهم، كانوا من الفير. الحطب لازم يتورى والقدر لازم يتركب، وغور القهوة أهم شيء، غور القهوة أول شيء يتركب كان غور القهوة. إخواني متوصين يبوا أكل طيب على الحطب قبل رمضان، فنحقق اللي بخاطر إخواننا العافية عليهم. ريحة ريحة من عبق الماضي. ما شاء الله تبارك الرحمن، رب العالمين رحمنا بالأجواء الطيبة هذه، يعني طبخ وشمس أتوقع أنا كنت منتهية، لكن الحمد لله رب العالمين رحمنا بهالأجواء. قاعدين نطبخ. أتذكر أيام رمضان أول يوم كنا صغار، الهريس من بالليل يتنقع في الماء، أول ما كانت فيه قدور الضغط، هذه القدور المضغوطة الحين اللي يسوي فيها الهريس، اللي ساعة ساعتين يكون الهريس جاهز، كانت القدور اللي قدامكم نفس هذه، فكان القطة أشياء يعني حاليا ما لها قيمة، لكن بالنسبة لنا نحن لها قيمة كبيرة، يعني ترجعنا بصفحة الذكريات الجميلة. أجواء يعني الواحد يحن للأجواء القديمة يوم كنا صغار، يعني أنا كنت صغيرة لكن كانت أجواء سبحان الله موجودة في الذاكرة، الواحد يتذكرها يقول يا ليت الزمان يعود يوما. سبحان الله يعني أشياء بسيطة، قهوة كل بيت، يعني سبحان الله على صلاة الفجر الفريج كله ريحة قهوة. الله يرحم اللي راحوا ويحفظ ويعطيهم الصحة والعافية اللي باقين. يعني باختصار الهريس كان يوم ينطبخ ما ينطبخ للبيت، ينطبخ للفريج كله، يعني اللقمة ما كانت تأكل بيت واحد، كانت تأكل الفريج كامل. فسبحان الله شوف تغير الحال، الحين الجار ما يعرف عن جاره، فالله يهدينا. أربعة خمسة يكون الهريس واصل لكل بيت حول البيت هذا، يعني كل الجيران حتى سابع جار يكون واصل لنا نصيبة من الهريس، ووقت الفطور خلاص الهريس جاهز في كل بيت. فسبحان الله أيام اللي أتذكره أنا، فكان يتركب بثلاث ساعات بالأربع ساعات وهو ينطبخ فوق الحطب، وغير هذا عقب ينضرب الهريس أول ما يخلص ضرب يتوزع على الجيران، يعني الهريس يتنقع من قبلها بيوم، يعني باكر بنطبخ الهريس اليوم بالليل لازم الهريس يتحط في الماي، ومن الصبح يتركب على النار يتورى الحطب ويتحط القدر. وأكثر شيء كانوا أول يطبخوا هريس اللحم. يعني باختصار كلمات بسيطة، ليت الزمان يعود يوما وتعود النفوس طيبة مثل ما كانت، وتعود المحبة وتعود النفوس الطيبة، يعني الأشياء الواحد يحن لها، واحد يحن لها. قالكم قدر المحبة اللي بين هذا الفريج، فالله يرحمنا برحمته يا رب العالمين، ويديم المحبة والأخوة وكل شيء طيب بيننا، ومعروفين نحن العرب أهل الكرم والجود، أهل الخير. يعني هذه أشياء أتذكرها يوم كنت صغيرة، فأتوقع أنتم كلكم عندكم نفس الذكريات.
نفس الأشياء الطيبة، الأشياء الجميلة، كان اللي يربطهم المحبة. يعني سبحان الله، تخيلوا إذا هذا القدر للفريج كامل، فما بيهديهم ويصلحنا ويصلحهم يا رب العالمين. فأيام أول يعني كانت المحبة والتعاون، الجار للجار. يعني شو شفتوا، أنا قلت لكم القدر اللي كان ينطبخ أول ينطبخ للفريج، ما ينطبخ لبيت واحد. وأتذكر طريقة ثانية بعد للهريس كانوا يسووها أمهاتنا أول، في حفرة في الأرض نفس التنور أو ما أذكر شو بالضبط، لكن تكون حفرة بالأرض بقياس القدر، يوروا الحطب بعد ما يصير جمر ينزلوا القدر كامل. أجواء طيبة ما شاء الله، أتوقع ما شاء الله أنتوا خطيرين. حتى القدر هم غطاه يتعرفوا شو ينطبخ داخل، فما بالكم هو القدر مكشوف. أتوقع شو اللي ياس ينطبخ. ما تشوف الطريقة، لكن كنا نحب الهريس اللي يطلع من هذه الحفرة يكون لذيذ. فاللي يعرف حد يسويها أو لها اسم معين خبروني، صراحة أنا أريد أستعيد ذكريات الطفولة، خاصة الحفرة اللي يسوي فيها الهريس. وسبحان الله شي يكون اللحم دايب والهريس دايب، عقب ينضرب وبالعافية. هذه أحد الطرق القديمة اللي كنت أنا أشوف أمهاتنا أول يسووها. أنا كنت صغيرة بس أشوف، كنت أتابع وأنا صغيرة، لكن ما أعرف شو المسميات. بعد ما يسووا في اللحم والهريس وينزلوا القدر في هالحفرة، عقب يغطوها بحديدة ويخلوها طول اليوم، يعني من الصبح ليل عصر تكون في الحفرة هذا. عقب يطلع الهريس من هالحفرة